السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. خبر مفرح وصار لجميع المهاجرين، خصوصا لأبناء المهاجرين اللي تزادوا في إيطاليا كما تعرفوا مش حال هذه، والأحزاب والجمعيات تتكلموا تتضاربوا على المسألة هذه، ولحد الساعة يعني تتضاربوا تقاوموا على المسألة هذه، لأنها يعني خص تثبت فيها الحكومة الإيطالية اللي كاينة دابا، خص تثبت فيها واحد القرار واحد الرأي يعني بخصوص الابناء ديال المهاجرين اللي كاينين هنا في ايطاليا، واللي تزادوا خصوصا اللي تزادوا هنا في ايطاليا، يعني ان الجنسيه يعني تعطاهم اوتوماتيكمون تعطاهم الجنسيه. علاش يبقاو يتسناو تيديروا 18 عام وعاد يدفعوا الطلب وبزاف ديال العراقيل، وكاين ما عندوش بيرميس سجورن وعنده مثلا مع الاب ديالو خصو يصيب بيرميس سجورن وخصو يقلب على خدمه، يعني عراقيل. هو السيد راه ايطاليين، وهذو راه ايطاليين اللي تزادوا في ايطاليا راه ايطاليين، ولكن بدون اوراق، يعني كاين عراقيل بزاف. كما تعرفوا المنطقه ديال ايميليا رومانيا والفوز ديال اليسار اللي كاين متمثل في الشخص المرشح ديال البي دي ديال الحزب الديمقراطي ستيفانو بوناتشيني، يعني قرروا اول حاجه تهضر عليها دابا حاليا هي الجنسيه للاطفال، الاطفال المهاجرين كما تعرفوا، وديجا هضرنا عليها وهضروا عليها بزاف ديال الناس هضروا على المساله هذه، ولكن هذه المساله دابا حتى يعني قلنا خاصها تكون كما قال هو يعني مساله يعني ديال بلد حضاري وتشيبيلي، خاصها مساله يعني ما خاصهاش تبقى تناقشات، يعني اعطاء الجنسيه للاطفال المهاجرين كاملين اللي تتزادوا في على الاراضي الايطاليه. طبعا الحال يعني هذا القرار ديالو يعني ما غاديش يروح لليمين، خصوصا الاول واحد ما غاديش يعجبو الحال كما تعرفوا هو ماتيو سالفيني. ماتيو سالفيني اللي كان معلق امال كبيره على الفوز في ايميليا رومانيا، لكن الحمد لله ما يعني ما تمكنش من الفوز، لانه يعني هذا الفوز هذا كان يعطيه بزاف ديال الصلاحيات، كان يخلي يعني يبقى هارب من المحاكمات، من سيواش كما تعرفوا الربانه كارولا الالمانيه اللي كانت هي داعيه حتى هي، مازال باقي الدعوه كاينه. زيد على دابا مؤخرا الديسكريميناسيون ديال الحث على 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 على, على الحقد وعلى البغضاء وعلى الكراهيه ازاء الاجانب، خصوصا من بعد ما يعني مشى التيتوفون ديال الدار ديال العائله التونسيه اللي تاهما داعين دابا، والفيديو اللي كان دار ديال التيتوفون في الفيسبوك، الفيسبوك راه كان شير هذاك الفيديو، يعني هذه حاجه دار الفيسبوك حتى هو حيد هذاك الفيديو. المهم ولكن باقي صور يعني على ديك المساله، على ديك المهزله اللي كان قام بها. بطبيعه الحال يعني كان النجاح ديالو غادي يخليه ديما يعطيه غطاء انه يبقى ديما هارب من هذه المحاكمات. الحمد لله كما قلت لكم الفوز ديال اليسار في المنطقه ديال ايميليا وخصوصا ديال ستيفان بوناتشي دابا راه تهضر على هذه المساله هذه بالذات، ويعني واليمين عفوا واليسار كما تعرفوا دابا ضاغط على على تشينكو ستيلا حركه خمسه نجوم من اجل وضع قانون يعني باش صافي نحيدوا من هذه المساله هذه، باش ما يبقاش هذا الاشكال هذا ديال الجنسيه ديال يوسولي ولا يوسول كولتوراي، هادو ما خصهمش يبقاو هذه المسائل هذه ديالي، يعني الابناء الاجانب خاصهم ياخذوا بطبيعه الحال الجنسيه ديالهم وما تبقاش هذه العراقيل هذه. هذا ما نتمناه، وغادي نشوفوا المستجدات ان شاء الله في الايام القادمه، والى حلقه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.